مرحبا، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. يلا هلا صار الوقت نروح نشوف البيت. مدخل على الصالون ضيق شوي، بنحاول نفتح هون. شو رايك هي نحولها لغرفه ثالثه؟ بنعمل بصير عندنا ثلاث غرف حمامين. هي احسن. مرتفع الصالون طبعا. هون عملنا صغار عند المشروع كمان، واختاروا اللون الاصفر مشان يدهنوا المرجوحه. تحياتي واهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله المهاجر، البرنامج اللي بنحاول من خلاله نعرض تجارب متنوعه لطبعا اشخاص ناجحين في رحله الهجره بتاعتهم. النهارده طبعا انا مبسوط جدا ان معايا ضيفين عزاز جدا على قلبي، معانا استاذ ايمن وفالنتينا طبعا من سوريا للخليج لامريكا في ولايه اريزونا من 2015. انا بتشرف ان انتوا طبعا اخدتوا الوقت انكم تكونوا موجودين معايا في البرنامج النهارده، وبرحب بيكم وبقول لكم اهلا وسهلا بيكم في البرنامج. Thank you. أهلا وسهلا فيك. ميرسي إنه دعيتنا على البرنامج الحلو والمفيد للجالية كثير. تسلمي تسلمي. لك الدائم يعني. تسلم تسلم. طبعا يعني الحلقه دي استثنائيه بجد، لان طبعا مش معانا ضيف واحد، لا احنا معانا تجربتين. عايزين بقى نرجع بشريط الذكريات لورا شويه لقبل 2015، وتدونا نبذه سريعه عن رحله الهجره بتاعتكم من سوريا للخليج لاريزونا قبل ما نخش في تفاصيل الموضوع. نحن بصراحه طلعنا من سوريا، انا طلعت بال 2004، فالنتينا طلعت بال 2006 قبل ما نجي على أمريكا. طبعا رحنا على دبي، عشنا فترة بدبي، بعدين انتقلنا على قطر. أنا اشتغلت بمجال البنوك، اشتغلت فترة طويلة بمجال البنوك. أنا أصلا مهندس، فاشتغلت في البانكينج وكملت في البانكينج. فالنتينا كمان بلشت بانكينج، وبعدين اتجهت باتجاه تاني بتحبه، هو هندسة الديكور. فينك أنت تحكي؟ أنا حبيت أدخل أكثر يعني بحب البانكينج كثير كمان، والبزنس لانه معي بزنس مانجمنت. بس عملت كورسات في الديزاين والديكور، فعملت شركه انتيرير ديزاين. كنت اول شيء اشتغلت بدبي مع شركه انتيرير ديزاين، بعدين فتحت شركتي بقطر. كثير انبسطت وكثير حبيت الشغل، فوقت جينا على امريكا حبينا نطبق هالشيء هون. انه مثل هي مثل هوايه لنا، وانا وايمن بنحبها بنفس الوقت، يعني مش بس انا. فحبينا نعمل هالشي هون ونعمل بروجكت اكتر وهيك. تمام. طبعا صفحتكم على الفيسبوك وكمان لينك القناه على اليوتيوب هيكونوا موجودين في صندوق الوصف عشان الناس تتعرف عليكم اكتر. طبعا انا يعني عجبني جدا المحتوى اللي انتم بتقدموه والفكره اللي انتم بتقدموها، لان طبعا بحكم ان شغلي في الهندسه انا قعدت فترات طويله طبعا مهتم جدا بموضوع العقارات وسوق العقارات في امريكا، وفكره ان الواحد ياخد يعني عقار قد يكون قديم شويه او حالته يعني متبهدله، ولكن يقضي فيه الوقت ويبذل فيه المجهود علشان يحسنه ويعمله فليبينج زي ما بنقول، اللي هو حد يشتري بيت يكون رخيص شويه يصرف عليه وبعدين يبيعه بمكسب طبعا مادي. طبعا فالنتينا انت خبيره عقارات ووسيط معتمد، يعني بنقول ريل استيت ايجنت. ممكن تكلمينا شويه عن البروسيس بتاعه ان الشخص يبقى ريل استيت ايجنت؟ هل مثلا في دراسه معينه يعني مريتي بيها؟ هل في مثلا امتحانات مذاكره؟ البروسيس بتاع ان الواحد يبقى وسيط معتمد دي بتيجي ازاي؟ هلا انا وقت اجيت لهون ب 2015 اجينا فترة بشيكاغو، بنتي الصغيرة جينيفر اجت بشيكاغو، وبعدين نقلنا اريزونا. قلنا بنستقر باريزونا لانه جوها قريب كثير على جو الخليج وجو منطقة بسوريا كنا عايشين فيها، فحبينا نستقر باريزونا. بعدين فكرت انه كثير دائما بيهمني موضوع العقارات والبزنس والفليبينج وهدول القصص كلها، خلتني انه اتشجع واخذ الشهادة. عملت كورسات واخذت الشهادة، اخذت معي تقريبا حدود اقل من سنة، لانه كان عندي اطفال واخذهم مدارس ومش لغتي الانجليزية هي first language كمان، فجديدة على البلد وهيك، فمنه مشان هيك وهي ملا يعني شوي فيها شوي challenge مثل ما بيقولوا. يا بس الحمد لله
توفقت واخذت الشهاده وبعدها بلشت شغلي. عم تساعد الناس يشتروا ويبيعوا بيوتهم بنفس الوقت نحن بنعمل انفستمنت في عقارات ناخذهم نعملهم هولد، في عقارات نعملهم فليبينج هيك. تمام. وقبل ما نخش في تفاصيل موضوع العقارات لان ده طبعا موضوع مهم جدا، هنقل الحديث لاستاذ ايمن وتقول لنا بقى الشغل في البانكينج، هل اضطريت انك تعمل اي نوع من الدراسه في امريكا عشان تعرف تلاقي الوظيفه؟ انا طبعا عارف ان انت شغال في بنك كبير جدا في هنا في امريكا، من يمكن من اكبر البنوك اللي موجوده، ولا قدمت الابلكيشن وجات الشغل كده يعني بسهوله؟ هو ما في شيء بيجي بسهولة طبعاً. أنا عندي خبرتي بالخليج كانت كلها بالبانكينج فترات طويلة، وكانت مو كل الشغل كان بالإنجليزي، كان في جزء بالعربي وجزء بالإنجليزي، فهذا أثر إنه يكون عندي شوية قاعدة بالإنجليزي عشان لما أشتغل هون عندي الأساسيات بالإنجليزي، وفيني بالمقابلة بالأساسات البانكينج كله بعرفه بالإنجليزي، هذا سهل علي الموضوع. بس ما عملت ولا كورس هون مشان البانكينج، اعتمدوا على خبرتي السابقة أول شيء. بس طبعا ما فتت على البنوك مباشرة، فتت على شركة فاينانس أول شيء، كنا مشروع بروجكت لست شهور، فعجبهم شغلي كتير، حاولوا أنه أصير أشتغل معهم بشكل دائم. بس خلال هالست شهور انا كنت مجهز انه بدي انتقل على البانكينج، كنت مفكر ارجع على انا كنت مدير بقطر، مدير بالبانكينج بقطر، فالرجعه مباشره كمدير صعبه، فقلت رح ارجع ابلش من الاول، حتى قلت برجع كاندر رايتر، انا هنيك كنت مدير بالريسك، قلت برجع اندر رايتر، حتى البدايه كاندر رايتر بدون خبره كانت صعبه شوي، فرجعت من اول السلم تقريبا، رجعت بالبروسيسنج، بعدين انتقلت على الاندر رايتنج خطوه خطوه، بروسيسر، بعدين ترقيت بالبروسيسر، بعدين صرت اندر رايتر اجين، وهلا ماشي بالثانيه بالاندر رايتنج مورجج اندر رايتنج، والامور الحمد لله تمام. فما في شيء بيجي بالسهل، كله بده خبره، بده اذا ما في خبره بده دراسه طبعا، وبده مواظبة انه الشخص يحاول يسعى ورا الشغل اللي بده اياها. طيب فالنتينا، عايز بقى اسمع منك ايه بعض الصعوبات اللي واجهتك في بداية شغلك كوسيط يعني معتمد في العقارات؟ هل بعد السنة اللي انت قضيتيها من الدراسة ولغاية ما اخدتي اللايسنس وبقيتي سيرتيفايد، كان الشغل بقى سهل كده يعني جامبت ان وكان كل حاجة ماشية بسهولة، ولا كان في صعوبة شوية في بداية يعني المرحلة؟ وتشاركينا ببعض الصعوبات. فأنا اجيت لهون ما بعرف حدا يعني بأريزونا، يعني في شوية ناس بعرفهم بس مش كتير، فكانت هاي التشالنج اللي عندي انه بدي اتعرف على ناس يدعموني كشغل، تعرف هو كله علاقات، هذا يتطلب هذا الشغل وثقة لازم يثقوا فيك لحتى يعطوك بزنس، ايه فهي البداية كانت. بس الحمد لله شوي شوي اول ترانزاكشن عملتها بلشوا يعملوا لي ريفيرل، بيعطوني الثاني والثالث ناس. هلا اكثر شغلي انا ريفيرل من الكاستمر القديمين تبعي. تمام الحمد لله يعني النتورك طبعا بالظبط مهم جدا. طب انا ام كيريوس، اخذت منك وقت قد ايه عشان تعملي يور فيرست ترانزاكشن؟ لو تفتكري فيرست ترانزاكشن الحمد لله ما طول فيها يعني. والله تعرف تمام، وما بعرفهم للناس اللي اجوا هيك، بس الحمد لله توفقت يعني خلال 4 شهور هيك 5 شهور. اوكي فيري جود. تمام كان سمول اماونت بس انه الحمد لله رزقه. وهو شغل الوسيط يعني بيبقى كده، بيبدا طبعا ببطء شويه لان النتورك ما بتبقاش كبيره، ولكن شويه بشويه سنو بولز طبعا، وبنتمنى لك دايما كل التوفيق. طيب ايمن تسلمي. طيب ايمن، كلمنا بقى شويه عن بعض الصعوبات. يعني انت اشتغلت في الخليج فتره طويله وكان شغلك شويه بالانجليزي، ودي اكيد كانت ميزه كبيره لان في ناس كتير ما بتتعرضش للخبره دي. بس لما جيت بقى امريكا واشتغلت في الشركه الصغيره اللي كان فيها بروجكت 6 شهور، هل في صعوبات معينه قابلتك؟ انا عارف ان انت اضطريت تاخد السلم من اوله، بس حتى زياده عن كده، في فرق جوهري ما بين الشغل في امريكا والشغل مثلا في الخليج؟ طبعا في فرق جوهري هون. يعني بدي احكي شوي تكنيكال بمجال شغلي. هنيك في كان عندي صلاحيات أوسع من هون، إنه
مثلا بالاندر رايتنج كان الواحد عنده في بوليسي وفي كل شيء بالبنك، بس ما في انه كل شيء ان ذا بوكس، في اوت اوف ذا بوكس ثينكينج. هون شوي كل شيء ان ذا بوكس، اذا بتعمل واحد اثنين ثلاثه بتكمل كل شيء لازم يكون حسب البوليسي والاجراءات، ما في شيء اوت اوف ذا بوكس اور ديفرنت ثينكينج اور سمثينج لايك ذات. كل شيء هون في ريجولاريتي، في السنترال بانك، في كله هذا مسيطرين على كل الامور اللي بيعملها في الفريدي ماك وفاني ماي، مسيطرين على موضوع المورجج. فكل شيء هون محكوم. بالخليج كان شوي مثلا كل بنك له بوليسي مختلفه، كان شيء طبيعي. هون معظم البنوك عندها نفس البوليسي، الاختلافات كثير بسيطه من بنك لثاني. انا ملاحظ طبعا ان يعني وظائفكو او البروفيشنال لايف بتاعتكو is like a match made in heaven. يعني انت شغال في البانكينج بتاع المورجيجز والقروض والمساعد الناس عشان تشتري البيوت، وفالنتينا طبعا بتخلي البيوت جاهزة عشان الناس تيجي تشتري على طول. ف very nice combination. بهنيكو طبعا على الكيمستري دي. yeah. هي دي جت بالصدفة ولا انتو يعني كنتوا مخططين لها؟ لا هي بالصدفة بصراحة. نحن كيف صار، نحن اثنيناتنا بنحب العقارات، فأنا عم اشتغل بالمورجج كنت وبشوف عقارات كثير بيطلع تحت ايدي عقارات كثير. هي بنفس الوقت كان اشتغلت بالديكور، فكمان بتحب العقارات، بتحب التصميم وهيك. فهي كان حلم العقارات بغض النظر انا اشتغلت بالبنك ولا لا. فأنا وقت بلشت بالشركة كانت مبلشة بدها تاخذ الشهادة تبعها مشان الريال ستيت، فهي أخذت الشهادة، بعدين أنا رجعت على البنك وكملت بالمورجج. فهي صدفت هيك، بس الحمد لله كانت موفقة. تمام. طيب فالنتينا بقى كلمينا بقى شوية عن شغل الرينوفيشنز. هل شايفة إن في دراسة أنت كنت محتاجاها أو دلوقتي محتاجة انك تزودي نوع من انواع الدراسة في الموضوع، ولا بناء على الخبرة اللي انت اخدتيها من فترة شغلك قبل كده ده كان كافي انك تقدري بشوية من كده يعني الريسيرش والبحث تقدري تعملي كمباني وشغل؟ هي انا عملت كورسات هنيك بالخليج وعملت هون، لانه انا بحب هاي الشغلة كتير، يعني بحسها بدمي، هي وبيع العقارات والتجارة بالعقارات بشكل عام. فعملت كورس صغير هنيك وهون، بس وبضل متابعة شو في آخر جديد نازل وهيك. ففضل دايما إنه أحسن الواحد بيعمل أي شيء بحب يدخل فيه يعمل له كورس صغير مشان يوسع معرفته أكثر. نتكلم عن سوق العقارات بشكل عام. طبعا من واقع خبرتي وللأسف إني بقول كده، إن في ناس كتير من الجالية بتخاف شوية من القروض، من ان هو يشتري بيت بمورجج ويبقى عليه اقساط وبيبقى يعني الناس تستصعب قوي الموضوع ده. ولكن دي حاجة طبعا بتحزنني، لان طبعا ده معناه ان الواحد ممكن يعيش 20-30 سنة بيأجر، بيدفع رنت لحد تاني. انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ هل شايفة ان الاصح ان الواحد يعني يحاول يبقى ريدي بسرعة ان هو يشتري بيت، ولا يعني مش فارقة كتير؟ أنا دايماً بنصح الكل إنه ياخدوا بيت، لأنه حرام يعني بيكونوا عم يدفعوا الأجار، عم يكبوا مصرياتهم كب، وعم يفيدوا حدا تاني فيهم، هن عم يضلوا بمحلهم. العقار اشتروا هلا بمبلغ معين، بعد كم سنة حيطلع سعره، كونوا عم يصمدوا. أحياناً الناس ما بتقدر تصمد مبالغ معينة، خاصة low income people ما بيقدروا يحطوا مبالغ معينة ويصمدوا مبالغ كبيرة، بس وقت بياخدوا العقار، وأحياناً كتير عم يعني خاصة هلا بالانترست ريت الحالية، يعني عم يكون القسط الشهري عم يطلع اقل من الرنت. يعني احيانا عم تصرف عم يطلع كثير اوقات عم يطلع اقل من الرنت، سو هيك بيكونوا هاي رح يضل اصلا الشهري بالمورجج حيضل نفسه فيكس ل 30 سنه، بس الرنت حيطلع عليهم في الفتره ما رح يضل نفسه، ومنه انه كل شوي يمكن هذا بده يبيع بيته، ومنه يتعامل هيك ببيتي وما تعمل هيك. لا بقى هنيك بيكون صمد المصاري، ومثلا اللي بده يدفع 1500 هلا بالشهر، بعد 10 سنين 1500 حتكون مثل 700 دولار او 500 دولار، لانه قيمه المصاري عم تنزل من سنه لسنه، خاصه هلا التضخم صار السنه هي كثير قيمه المصاري قلت. سو الافضل انه شجعهم كلهم يشتري. انا جاهزه دائما يتصلوا في فيني احد رقمي اعطيك رقمي،
كيف طبعا انا جاهزه نساعدهم سواء للاستثمار او عقار يسكنوا فيه او وده. اكيد، وطبعا المعلومات دي البيزنس كارد بتاعتك هتكون في صندوق الوصف عشان لو حد عنده اي استفسار اكيد يتواصل معك. ايمن، انت كنت عايز تضيف حاجه في نفس الموضوع؟ انا كنت بدي اضيف على موضوع الاستقرار، يعني وجود الواحد عنده بيت ملك له في استقرار معين، انه ما في حدا بيقدر يقول لي اطلع من البيت، ما في حدا بيقدر يطردني. اللي بيعتبر انه المورجج هو عبء لمده 30 سنه، لا هو مش عبء، لانه انت anyway بدك تدفع الايجار، اذا ما دفعت ايجار رح يطردوك برا، نفس الشيء اذا ما دفعت المورجج رح يطردوك برا، فهو عليك الدفع، بس طريقه الدفع مختلفه، والاستقرار النفسي والمعنوي نفس الوقت بناء الاسيت على المدى الطويل، فهو احسن المورجج بكثير. وكمان مثل ما قالت فالنتينا انه الاجرات رح تعلى عليك كل سنه، المورجج رح يضل ثابت عليك، فبعد فتره بصير تحس القسط شيء بسيط بالنسبه للانكم رح تصير. تمام. كمان بدي اضيف شغله ثانيه كمان، اللي اذا حدا يعني مثلا اذا اجى ويطردوك ما دفعت للمورجج بدهم يطردوك، بس بيوقفوا فتره عليك في سماح مده منيحه، بس الاونر لاندلورد ما بيوقف هداك شهر شهرين دغري بيعمل لك لازم ايفيكشن، بده يطلعك من البيت، بس هنيك يعني البنك بيحاول يتعاطف معك يعطيك فترات ممكن اعاده جدوله مثلا او عده احيانا تاخذ اشياء ممكن تصير مع البنك بحيث انه يزبط لك وضعك بدون ما يطردك من البيت. تمام. استاذ ايمن، عايز اكلمك بقى في ظل البانديميك بتاع كوفيد، طبعا بقالنا حوالي هو سنه واكتر، كان ليها طبعا اثر كبير على سوق العقارات في امريكا، وعايز اعرف رايك، شايف السوق الامريكي سوق العقارات في امريكا دلوقتي عامل ازاي؟ في ناس كتير طبعا بتتكلم عن بابل او فقاعه، في ازدياد في الاسعار كبير، ويمكن بعد فتره في المستقبل القريب هتبدا الاسعار تنزل شويه. كمان عايز طبعا اخد رايك في الموضوع ده كحد بقى من جوه المطبخ بتاع البنك يعني. وكمان كلمني عن الانترست ريت، هل انت شايف او عشان نقربها للناس، هي سعر الفايده على القرض اللي الواحد بياخده، هل انت شايف ان سعر الفايده في الوقت الحالي يعني مغري جدا، وهل مثلا نظره مستقبليه السعر ده هيبدا يزيد فالقروض هتبقى تكلفتها اعلى شويه؟ كلمنا عن النقطتين دول. اكيد. هلا بالنسبه للانترست ريت، هلا هي باوطى المستويات لها، ارتفعت شوي، وصلت لاقل من هيك من حوالي كم شهر، هلا عم تطلع شيء بسيط، في احتمال تطلع شوي ثاني لاخر السنه، وهي كل ما رح تطلع لفوق ما رح تنزل لتحت اجين. فهاي الفتره هي ممكن تكون اقل انترست ريت ممكن الشخص يحصلها بهال اذا بده يشتري بيت او شيء، فحاليا هي اقل شيء ممكن، انه ممكن تطلع شوي من هون لاخر سنه مال. الانترست ريت هاي بزمانها ما صارت بامريكا، يعني من 15 20 سنه ما شافوا هيك انترست ريت واطيه، فهي فيري جود تايم تو باي ناو. اسعار البيوت ما بحسها رح تنزل، ممكن تستقر شوي، هي مش رح تكون كبابل، لانه شفنا نحن بداية البانديميك انه صار شوي استقرار، حست العالم انه في نزول، بس رغم هالشيء ضل في تصاعد حتى اثناء البانديميك. رؤوس الاموال الكبيره في كثير منها اتجهت للعقارات، لانه حست انه الاسهم، البيتكوين، هالشغلات ما انا مستقره مثل العقار. العقار يعني وقت اللي سمعنا العقارات نزلت في 2008 و2010 نزلت لمستويات قياسيه، ورجعت طلعت لاكثر مما كانت بهذيك الاسعار بهذيك الفتره، فالعقار على المدى الطويل رح يرجع سعره. هاي شغله حسوا فيها استقرار بالعقار اكثر. الاسهم مره فوق مره تحت، نفس الشيء البيتكوين والعملات الرقميه، وهدول ما فيهم استقرار. كثير من المستثمرين الكبار قرروا يوزعوا الاسيتس انه يحطوا جزء كبير بالعقار، ومشان هيك هلا السوق كل ماله بطلوع، كثير في مشتريين عم يجوا يشتروا كاش، شركات كبيره عم تتجه على العقارات، عم تشتري كميات كبيره من العقارات وهولد ات فور انفستمنت، بيعملوا لها ايجارات بيأجروها. ف على المدى المنظور يعني من هون لحد 2022 2023 ما في شيء مبين عن النزول ابدا، ممكن شويه استقرار بس نزول ما في.
الدراسات الثانية بتقول إنه لل 2025 رح يضل في صعود، لأنه فترة البانديميك أدت على يصير شوية شح بالبيوت الجديدة اللي عم تنزل على السوق. في كتير شركات ما اشتغلت خلال البانديميك، فأثر على العرض، فقل العرض بشكل كبير. هلأ أسعار مواد البناء كلها مرتفعة، أسعار الأخشاب، أسعار كل شيء له علاقة بالبناء، يعني أقل شيء مرتفعين بين 20-30% كل المواد. فأي شيء بده ينبني جديد أو يتجدد أو كل شيء رح يصير مكلف أكثر، وما في شيء بدل أنه رح تنزل الأسعار. هاي وجهة نظر. تمام، أنا متفق معك جدا طبعا، وكلنا حاسين وشايفين الوضع على أرض الواقع. يعني فالنتينا، عايز بقى يعني أكلمك بشكل تفصيلي شوية عن فكرة flipping homes، أو إن حد يدور على بيت حالته يعني تعبانة ويشتريه يمكن برخيص شوية ويصرف عليه ويزبطه ويعمل له بقى renovations أو التصليحات المطلوبة ويبيعه بسعر أعلى. كلمينا إزاي أو وإنتي مثلا رايحة تشوفي بيت عشان تشوفي إذا كان في يعني فرصة كويسة ليكي، التكنيكال بقى اسبيكتس او بتشوفي البيت ازاي من وجهه نظرك طبعا بخبرتك الكبيره، ازاي بتنقي البيت اللي هو تقولي اه ده ينفع اعمل فيه مثلا تصليحات وبيعه بسعر اعلى؟ ادينا شويه تفاصيل عن الموضوع. اول ما بروح بشوف البيت، ننزل مثلا منطقه بتهمني كتير، بعدين وقت منزوره للبيت الفلور بلان، اذا الفلور بلان عجبني والمساحه، حتى إذا كتير كان فيه مشاكل البيت ما في شيء بوقفني، أغلبية الأوقات بناخده لأنه بحس إنه ممكن يطلع منه شيء حلو هذا إذا الفلور بلان تبعه حلو. أو كمان يا هي هدول أهم نقطتين عندي. طب بالنسبة للمنطقة، طبعا زي ما احنا بنسمعها دايما في الافلام وكل الناس بتقول لوكيشن 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 زي ما الناس بتقول، بس بالنسبه لفالنتينا يعني ايه لوكيشن؟ يعني ايه المكان اللي بتقولي اه this is a good location، ده دي منطقه كويسه بناء عن ايه؟ بناء انه بتكون احيانا في ناس بيقولون بس بيحبوا بالسابرب اكثر، في ناس معينين بيحبوا يشتروا بالسابرب بيحبوا بعده عن المركز المدينه. أنا بالنسبة لي ما بيهمني، بحب أحيانا بالعكس أنه اتجه لمركز المدينة أو قريب من مركز المدينة، لأنه في كتير ناس بيهتموا أنه يشتروا قريب عليها، خاصة بيج انفستر بياخدوها بيأجروها للطلاب بيعملوها Airbnb، فإلهم هدول بيدوروا على هيك مواصفات لبيوت مناطق هيك، فكمان هدول بدور عليهم. النقطة الثالثة اللي كمان وقت بلاقي بيت بهمني انه بشوف شو المباع بالمنطقة وقدي بده يطلع لي منه، اذا فليبت حيكون المبلغ حلو ولا لا. يعني التصليحات فيه احيانا بيكون كتير كبيرة، بس البيت المنباع باخر فترة بهاي المنطقة، البيوت المنباع عم تساعد انه ينباع سعر حلو، حيطلع لي مارجن حلو فيه، فأو الجو فورد. تمام. اوكي جميل. السكول ديستريكت او المدارس مثلا من الحاجات اللي بتشجعك لو مثلا بتبصي على الريتنجز بتاعت المدارس في المنطقه، ولا دي حاجه الناس يعني بتدي لها حجم اكبر من حجمها؟ هلا في ناس ما كتير بتهمهم، خاصه من الفئه اللي قلت لك هن الانفستور اللي عم يدوروا على للطلاب لهيك، فاحيانا بتطلع عليها واحيانا لا، لانه هون باريزونا فيك تسجل ابنك وين ما كان تشارتر سكول مع باقي المحلات. أوكي. اذا الريت تبعت المدرسه التابعه للبيت مش منيح، انا دائما بنصح الناس الكاستمر تبعيتي بقول لهم انه دوروا انه على تشارتر سكول قريبه وحطوه بتشارتر سكول، بيكون تمام. يعني اغلبيه الاوقات مثلا 5 دقائق او 7 دقائق بالسياره لتشارتر سكول قريبه من بيتهم، وهيك ما كتير بدهم يضايقوا حالهم انه لازم تكون الريت المدرسة A plus or هيك، ما بتقيدوا كتير. اوكي، ده طبعا فرق جوهري ما بين الوضع عندك في اريزونا مقارنه مثلا زي عندنا في لونج ايلاند في نيويورك، ما فيش السهوله دي طبعا، كل على حسب الديستريكت البيوت اللي فيها، هم تبع الديستريكت ما ينفعش حد يطلع بره المنطقه، فبتبقى يمكن لها وزن اكبر شويه في نيويورك. طيب ايمن، عايز بقى اسالك
طبعا انت طبعا مشتبك في البيزنس بتاع الفليبينج وبتشتغل طبعا انت وفالنتينا بتحطوا مجهود كبير. هل تقدر تفتكر كده يعني موقف صعب في مثال محدد اشتريته بيت مثلا وطلع فيه زي كده يعني حاجة غير متوقعة، موقف لقيته نفسكم كده فجأة في موقف صعب، ولا الأمور بتمشي عادة بسهولة ومبقاش في حاجة؟ يعني أنا دايما بتخيل إن لو حد مثلا اشترى بيت وعشان بيكون عامل بادجت للتصليحات وكده، هل في مثلا زي كده قصة رعب تحكي لنا عليها حصلت معاك في بيتنا؟ إن كل البيوت فيها مفاجآت بصراحة، ما في بيت هيك بتجي كامل مكمل أكيد، بس في بيت أخذناه تفاجأنا في عدة مفاجآت. مثلا كان في طبعا أخذناه كانت الكهرباء مقطوعة والمي مقطوعة، ما قدرنا نجرب ولا شيء فيه. فبعد ما أخذناه اتصلنا بشركة المي والكهرباء، جابوا المي والكهرباء، فطلع في ليك بالمي، طلعت الواشر والدراير محطوطين بس ما لهم شغالين، ما لهم هوك اب، يعني بس محطوطين كموديل لا موصولين بالمي لا موصولين بالكهرباء لا بالسيور. فطلعت الكهرباء تبع البيت كلها قديمه، بدها تغيير كلها علبه الكهرباء بالكهرباء اللي فيها. فهذول كانوا شغلات غير متوقعه، يعني احنا متوقعين انه ممكن بدهم تصليح بس مو بهالكميه. بس اكيد نحن على طول بالبادجت بنحط بادجت، نحط مارجن مثلا 20% فوق البادجت للمفاجآت، ودائما بنطلع فوق البادجت بصراحه لانه فالنتينا بيكون الشغل 100%، يطلع الديكور ممتاز الشكل حلو، بس هي بتضبط الديكور بتضبط كل شيء حتى لو طلعنا فوق البادجت شوي، بس بتضمن انه تبيعه اغلى من بقيه الاسعار بالسوق فبتعوض الفرق. اكيد اكيد انا متخيل الصوره. طبعا فالنتينا بيبقى لها راي معين في الباك سبلاش لازم يكون عامل ازاي، والكابينتس والكاونتر توبس، وانت طبعا بتعاني في الموضوع ده عشان البادجت اكيد بتضرب كل مره اكيد. وما تتخيلش قد المعامله بالبادجت بالفيكس اند فليب ضخمه، يعني كميه الفواتير اللي بتجي يعني بالمئات بدون مبالغه، فواتير مي كهرباء المورجج العمال فواتيرهم جيبوا فواتير اللوز كل هاي يعني بتجمع شوي صغير، الواحد ما بده يشتري كل شيء مره واحده يطلعهم ويريح راسه شوي، بيطلع لك هون بدك تشتري شويه اغراض شويه اغراضهم، بتصير بضل الواحد متابع بالبادجت بشكل دائم عشان يعرف وين صار وشو لسه قدامه. فهي شغلتي انا لا هو الحسابات انا بتركله حسابات ما انت بتعملي التصميمات وهو يتصرف بقى يدفع زي ما يا بس انا بامن له بقول له مثلا اذا طلعنا هيك انا بعرف بضمن انه بدي ابيع لك بهذا السعر، اذا عملنا هيك 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 انه بعرف كيف شريحه الشر اللي بيجوا بهي المنطقه وشو بيحبوا يدفعوا على شو بيدفعوا. اكيد طبعا، والنظره دي والخبره دي طبعا يعني لا تقدر بثمن، لان مش اي حد بيبقى عنده وجهه النظر في الموضوع بالشكل ده، ده طبعا بيجي بعد خبره طويله. بالضبط. طيب اتفضل على موضوع الواشر والدراير، نحن ليه ما شفنا انه كان في هوك اب ولا ما في هوك اب للواشر والدراير؟ لانه قدام الواشر والدراير كان معبى اغراض معبى كانوا صاحبين البيت هوردر هذول بيكتبوا كل شيء، بس ما قدرنا نوصل بدنا نشيل الاغراض، يعني تفاجئنا بكثير مفاجآت بقلب البيت غير هاي. يعني الشخص اللي كان مالك البيت كان تارك كل شيء في البيت، كل شيء ما كان يرمي حاجه، فحتى المكيف القديم هو مغير المكيف القديم سايبه في البيت ما يخطر على بالك اي شيء ثاني. انت ممكن تلاقي حيوانات كمان، ممكن تلاقي حيوانات بريه عايشه مثلا في الراكونز بقى او حاجه الله ستر علينا. ايه بس نحن انه قدمنا عرض ازس بنشتري مثل ما هو ابن النافس الثانيين، حتى هيك اخذنا بكل ما فيه. طيب فالنتينا عايز اسالك بقى، البروسيس بتاعت الفيكسينج والفليبينج تقريبا بتدي لها وقت قد ايه؟ احنا اتكلمنا عن البادجت شويه، بس عايز اعرف من حيث الوقت بتكوني عامله حساب التايم لاين بتاعها بيمشي ازاي من يوم ما تشتري ليوم البيع؟ بالظبط، انا ما بحب اطلع فوق 3 شهور، يعني من شهرين لثلاثه ماكسيموم لازم نكون خالصين وبايعين ان شاء الله. تمام.
تمام. وده يعني reasonable، يعني هل ده دي حاجة يعني منطقية ولا بيبقى فيها ضغط الشغل عليكوا كتير بقى بتحطي تحت ضغط؟ بحطنا تحت ضغط، بحطنا أحيانا نجيب عمال أكتر من اللي بدنا إياه، بس التايم لاين كتير مهم بهذيك هيك مشاريع، فبنحاول دايما إنه نمشي بالتايم لاين.